السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مع شرح جديد لفصل آخر من فصل كتاب Outsiders Études de sociologie de la déviance، الغرباء، دراسات في سوسيولوجيا الانحراف للسوسيولوجي الأمريكي هاورد بيكر. إذن في الحلقتين السابقتين سبق يعني أن قدمت شرحا للفصل الأول ثم الفصل الثاني. إذن الفصل الثاني كان بخصوص أنواع الانحراف تيب دو ديفيونس، والفصل الأول كان بخصوص لو دوبل سونس دو أوتسايدرز، أوتسايدر معنى المزدوج للغرباء أوتسايدر. إذن في هذا الفصل الثالث وهو بعنوان Comment on devient fumeur de la marijuana أو ماريجوانا، إذن كيف نصبح مدخنين للماريجوانا. إذن سوف نحاول أن نشرح هذا الفصل إن شاء الله تعالى، الفصل الثالث طبعا. إذن comment on devient fumeur de marijuana أو الماريجوانا، كيف نصبح مدخنين للماريجوانا. في الولايات المتحدة الأمريكية un nombre inconnu mais probablement très élevé de personnes fument de la marijuana bien que cet usage soit condamné à la fois par la loi et par l'opinion. إذن يقول بأن في الولايات المتحدة الأمريكية عدد غير معروف ومن المحتمل أن يكون كبيرا يعني من الناس يدخنون الماريجوانا أو يعني ما يسمى بالقنب الهندي. وطبعا رغم أن هذا الاستعمال يعني الماريجوانا فهو مدان لا سواء من طرف القانون أو من طرف الرأي العام من طرف المجتمع. قبل أن أواصل شرح هذا الفصل أحببت فقط أن أجيب عن سؤال طرحه أحد الإخوة، طرحه الدكتور محمد شكوري. يقول أستاذ بما أنك أصبحت لك دراية جيدة بمفهوم الانحراف، لي سؤال أطرحه عليك، هل هناك انحراف إيجابي يعود على صاحبه وعلى المجتمع بالنفع؟ أستاذي الكريم محمد شكوري، أولا الانحراف المقصود به بحسب هوارد بيكر أن الانحراف هو بناء على المعايير التي يضعها المجتمع، المعايير التي من خلالها يضعها المجتمع ويحكم على الشخص بأن سلوكه منحرف. فمدخن الماريجوانا قد يعتبر عند بعض الناس بأنه غير منحرف وبأن استهلاكه استهلاك عادي جدا، يستهلك الماريجوانا مثل ما يستهلك الخمر، فالخمر مثلا استهلاكه عند بعض المجتمعات لا يعد انحرافا، يعد شيء عادي جدا، والماريجوانا قد تعتبر أيضا شرعية في بعض المجتمعات، وبالتالي فمن الصعب جدا أن نحكم على سلوك معين بأنه انحراف أو غير انحراف. أما بقضية أنه إذا حكمنا على سلوك ما بأنه انحراف، طبعا هذا السلوك لا يعود بالنفع بشكل كبير على صاحبه وعلى المجتمع، لأن الشخص الذي يصبح منحرفا فالأكيد أنه يكون منبوذا من طرف المجتمع ويفتقد مجموعة من المزايا في المجتمع، قد يعني طبعا يتخلى عنه المجتمع، قد يفقد الوظيفة إلى آخره إلى آخره، وبالتالي فالانحراف يكون مكلفا لصاحبه. إذا نعود الآن إلى شرح الكتاب. Psychiatres et représentants de la loi ont accordé une grande attention au phénomène. إذا فلا سواء المحللين النفسيين أو المشرعين فقد أعطوا أهمية كبيرة لهذه الظاهرة، ظاهرة تدخين الماريجوانا أو القنب الهندي. Comme c'est souvent le cas à propos des conduites considérées comme déviantes, les études antérieures ont surtout cherché à expliquer pourquoi ces individus font cela. إذن كما هو الشأن أو كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من التصرفات التي تعتبر
سلوكات انحرافية أو منحرفة، فالدراسات السابقة كانت تبحث فقط عن تفسير لماذا بعض الأفراد يقومون بهذا السلوك. وهذه المحاولات أو هذه الدراسات كانت تعتمد على فرضية كونها أن هناك استعداد وقابلية وحافز للفرد الذي يرتكب السلوك الانحرافي، يعني أنه كان يوجد لديه une prédisposition قابلية أو une motivation حافز أنه يرتكب مثل هذه، أو موجود في خصائصه النفسية ما يفسر قيامه بهذا السلوك. Dans le cas du fumeur de marijuana, il s'agirait généralement d'une caractéristique psychologique telle que le besoin de fantasme et celui d'échapper aux problèmes psychologiques que l'individu ne peut affronter. ففي حالة مثلا تدخين الماريجوانا أو أو القنب الهندي، فيتعلق الأمر بحاجة نفسية، بمحاولة أن نتجنب المشاكل إلى آخره. الفرد يحاول أنه يهرب من الواقع. Je ne pense pas, يقول هوارد بيكر، je ne pense pas que de telles théories puissent rendre compte adéquatement de l'usage de la marijuana. يقول بأنه أنا لا أعتبر أن هذه النظريات التي تعتمد على التحليل النفسي، لا أعتبر أنها فعلا قامت بأخذ الماريجوانا يعني بعين الاعتبار، يعني استعمال الماريجوانا. En fait, il s'agit là d'un cas intéressant pour les théories de la déviance parce qu'il met en lumière la genèse de motivations déviantes au cours même de l'expérience d'activité déviante. En simplifiant, on peut résumer l'argument en quelques mots. يقول هوارد بيكر بأنه ليست ce ne sont pas les motivations déviantes، هي يقول بأنه ليست الحوافز أو الدوافع الانحرافية هي التي تقود إلى السلوك الانحرافي، وإنما على العكس من ذلك. هل الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح، المرجو التأكيد إذا كان الصوت واضحا أم لا. هل هو واضح الآن؟ إذن يقول هوارد بيكر ليست الحوافز أو الدوافع الانحرافية هي التي تقود إلى السلوك الانحرافي، ولكن على العكس من ذلك فإن السلوك الانحرافي هو الذي ينتج دوافع انحرافية. إذن يقول بأن السلوك الانحرافي هو الذي ينتج دوافع انحرافية، يعني عندما نمارس السلوك الانحرافي بعد ذلك نكتسب اللذة ونكتسب الحافز لممارسة السلوك. Des impulsions et des désirs vagues dans le cadre de la marijuana ou le marijuana, il s'agit probablement le plus souvent d'une curiosité vis-à-vis du genre d'expérience que la drogue peut provoquer. Donc, dans le début, في حالة تدخين الماريجوانا يتعلق الأمر في الغالب الأحيان بفضول في البداية يعني اكتشاف تجربة يعني استعمال هذا المخدر. بعد ذلك sont transformés en forme d'activité définie à travers l'interprétation socialement déterminée de sensations physiques en elles-mêmes ambiguës. La consommation, إذن استعمال الماريجوانا أو مخدر القنب الهندي اي فونكسيون دو لا كونسيبسيون، فهي تتعلق بالنظرة أو التصور الذي يحمله الفرد حول استعماله لهذا المخدر. اي سيت كونسيبسيون ايفولو اون فونكسيون دو سون اكسبيريونس دو لا دروغ، وهذا التصور الذي يحمله حول ذلك الاستعمال يتطور بحسب تجربته مع المخدر، يعني فهو عندما يستعمل ويستهلك المخدر فتكون لديه تصور معين، هل مثلا شعر بلذة معينة بإحساس معين إلى آخره. Ce chapitre et le suivant rendent compte d'une recherche consacrée à la carrière du fumeur de marijuana. إذن هذا الفصل، الفصل الثالث، والفصل الآخر الذي سيتبعه سوف يقوم فيه هوارد بيكر باستعراض مسار مدخن الماريجوانا، يعني المسار هو كيف يصل إلى استهلاك
هذا المخدر ويصبح مستعمل طبعا ومستهلك ومدمن. Dans ce chapitre, ici, nous examinerons le déroulement de l'expérience physique directe de la marijuana. إذا في هذا الفصل سوف يفحص هاورد بيكر كيف تتم التجربة يعني التجربة الجسمانية للماريجوانا، يعني كيف يشعر الفرد عندما يستهلك هذا المخدر. وفي الفصل الذي بعده سوف يدرس هاورد بيكر الطريقة التي يعني يتصرف بها الفرد إزاء الضبط الاجتماعي. qui se sont progressivement développés à propos de l'usage de la drogue. يعني كيف يتصرف مع القانون ومع الناس إلى آخره إلى آخره. Nous essayerons ici de comprendre la suite des changements dans les attitudes et les impressions du fumeur qui conduisent celui-ci à utiliser le marijuana pour le plaisir. إذا في هذا الفصل سيحاول أن يفهم يعني التغيرات التي تحدث في مواقف وانطباعات المدخن الماريجوانا والتي تقوده إلى أنه في الأخير المطاف يأخذ نشوة عندما يدخن هذه يعني هذه المادة. Cette manière de poser le problème appelle quelques explications. La marijuana ne crée pas de dépendance. حسب هاورد بيكر وإن كنت قد أختلف معه فهاورد بيكر يقول بأن الماريجوانا فهي لا تخلق نوع من أن الشخص يصبح يعني يعتمد عليها كما هو الشأن بالنسبة لاستهلاك الكحول المشروبات الخمر وكذلك بعض أنواع المخدرات القوية التي يعني تأتي من الأفيون. يقول لك بأنه أن الماريجوانا الفرد يمكن أن يتخلى عنها، ولكن هذا الأمر طبعا بحسب ما نعرفه في الواقع من الصعب تأكيده. هل فعلا المدخن يعني الماريجوانا ليس مدمنا؟ يعني هل فعلا يمكنه أن يصبر دون أن يدخن؟ لأنه بعض الأشخاص نعرفهم في الواقع لا يستطيعون أن يبقوا من دون تدخين، يعني مرتبطين به ومعتمدين عليه، وبالتالي فمن الصعب جدا أننا يعني نتفق مع هاورد بيكر في هذه النقطة. إذا يقول هو هاورد بيكر لانديفيدو ني بروف ني بوزوان إغيبريسيبل دو لا دروغ ني ماليز أون كاد مونك. يقول لك بأن الفرد الذي يدخن الماريجوانا فهو لا يعبر عن حاجة يعني لا تقاوم لهذه المادة أو أنه يشعر بشيء ما عندما يفتقدها إلى آخره. لو تيرم كي كاليفيغي لو ميو، وبالتالي فهو يقول لك بأن المصطلح الذي يصف بطريقة أفضل استعمال المخدر هذا المخدر اللي هو الماريجوانا أو القنب الهندي هو مصطلح لو ديفيرتيسمون، هو عبارة عن نوع من الترفيه من أجل البحث عن نشوة. La drogue est utilisée à l'occasion pour le plaisir qu'elle procure aux fumeurs. Cette pratique diffère donc de la dépendance. وبالتالي يقول لك بأن لا دروغ هنا المخدر يستعمل فقط من أجل الشعور بلذة من أجل الترفيه وليس أن الشخص مرتبط به ومدمن عليه ولا يستطيع التخلي عنه. Le rapport du New York City Mayor's Committee on Marijuana، يعني كان هناك تقرير للا كوميسيون مونيسيبال دو نيويورك، يعني لجنة البلدية في نيويورك إلى آخره حول الماريجوانا، كانت أكدت على ما يلي بأن أن individu qui a été un fumeur invétéré pendant une longue période peut abandonner volontairement la drogue sans éprouver un besoin irrépressible et sans présenter les symptômes d'un état de manque. يقولون في هذا التقرير بأن الفرد حتى وإن كان مستهلك مدمن للمخدر الماريجوانا فهو يستطيع أن ينقطع عنه بدون مشاكل ومن دون أن يشعر بنقص ما حسب يعني هذا التقرير. أما الواقع الذي نراه نحن في الواقع شيء آخر. Il se peut qu'il recommence quelque temps après. يمكن له أن يعود إلى استهلاك يعني بعد وقت يعني في فترة أخرى. D'autres peuvent rester des utilisateurs épisodiques de la cigarette. البعض يمكن له أن يصبح فقط مستهلكا يعني للسجائر فقط. Ils en prennent une ou deux par semaine ou seulement quand les circonstances les y invitent. De temps en temps, un de nos enquêteurs fréquentait un fumeur de marijuana. Il abordait généralement le sujet de la cigarette, ce qui conduisait
immanquablement son interlocuteur a proposé d'aller en chercher. على كل إذا هنا هذا التقرير يؤكد على أن الشخص الذي يدخن الماريجوانا يمكن أن يتخلى عنها ولا يشعر بالنقص. هذا هو بعكس مثلا مستهلكي يعني المورفين والكوكايين والهيروين وبعض المخدرات الأخرى القوية. هذا يعني طبعا المذكور هنا. إذن فلا ريشيرش بريزونتي ici n'a pas été conçue à l'origine comme une expérience cruciale destinée à tester les théories qui lient l'utilisation de la marijuana et une caractéristique psychologique de l'utilisateur. Toutefois, elle montre clairement, إذن هنا يعني يقول لك بأن هذا البحث يبين بأن التفسيرات البسيكولوجية النفسية غير كافية لدراسة استعمال الماريجوانا وهي أصلا غير ضرورية لهذا. إذن la théorie proposée ici évite deux difficultés majeures qu'on rencontrait sans jamais les résoudre de manière satisfaisante les chercheurs qui ont tenté d'établir des théories psychologiques du phénomène. يقول بأن النظرية التي يقترحها هو هاورد بيكر سوف تجنبنا صعوبتين كبيرتين. طبعا صادفهما هاتين الصعوبتين الباحثون الذين كانوا يرجعون استعمال مخدر الماريجوانا إلى عوامل نفسية. أولا tout d'abord les théories fondées sur le postulat d'une prédisposition psychologique parviennent difficilement à rendre compte de l'existence d'une catégorie de fumeurs dont l'effectif se révèle assez nombreux dans toutes les études. Ceux qui ne présentent pas là où les caractéristiques psychologiques dans lesquelles on voit la cause du comportement étudié. Eden, فطبعا أول شيء فالنظرية النفسية والتي تؤكد على أن هناك قابلية نفسية للاستعمال أو حاجة نفسية لاستعمال هذا المخدر مثلا للهروب من بعض المشاكل أو أن هناك قابلية نفسية أن الجانب النفسي هو الذي يقود إلى الاستهلاك هذا المخدر. فهوارد بيكر لا يتفق مع هذا الأمر لأن البعض طبعا ليس لديهم أو لا ليس لديهم هذه الصفات النفسية عند استهلاكهم للماريجوانا. ثم أن كذلك هذه النظريات لتيوري بسيكولوجيك بارفين ديفيسيل مون روند كونت دو لا غروند فاريابيليتي دون لو تون دو كومبورتمون. كذلك لا تستطيع أن تبين أن نفس المستعمل للماريجوانا يمكن له أن يستعملها مثلا اليوم وينقطع عنها شهورا أو سنة ثم يعود إلى آخره، وبالتالي لا يمكن تفسير استعماله للمخدر بكونه في حاجة ماسة إليه من الناحية النفسية. إذن هو ينتقد النظريات النفسية لتفسير استهلاك مخدر الماريجوانا. Alors, difficile à expliquer à partir d'une théorie basée sur l'idée d'un besoin d'évasion de fumeur, ces changements se comprennent aisément comme des conséquences des changements dans la conception que celui-ci se fait de la drogue. وبالتالي هو يقول لك بأن التفسير الصحيح ليس في الجانب النفسي وإنما في التصور الذي يحمله المستعمل للماريجوانا والمستهلك لها. التصور الذي يحمله هو عن ذلك المخدر وعن الشعور الذي سيشعر به بعد استعماله. De même, si l'on considère le fumeur comme quelqu'un qui a appris à voir dans la marijuana une source de plaisir, il n'y a aucune difficulté à comprendre l'existence d'usagers psychologiquement normaux. وبالتالي يقول لك بأن طبعا بما أن الشخص يبحث عن لو بليزير عن شعور باللذة عندما يستهلك المخدر فهذا الشخص يعني هو شخص عادي. هناك مستعملين عاديين من الناحية النفسية ليس لديهم مرض أو نقص. J'ai employé dans cette étude la méthode de l'induction analytique. يقول هوارد بيكر بأنه يستعمل في هذه الدراسة طريقة أو المنهجية لا ميثود يعني منهجية الاستنباط التحليلي. كيف سيستعملها؟ يقول بأنه بحث أولا عن صياغة عن تقديم صياغة عامة والتي تأخذ بعين الاعتبار سلسلة تغييرات في مواقف وتجربة الفرد كي سو برودويس توجور كون سولويسي دوفيان، وهذه التغييرات التي دائما تحدث عندما يرغب هذا الشخص ويكون لديه القدرة على استهلاك ويعني تدخين الماريجوانا من أجل طبعا اللذة والترفيه.
et qui par contre ne se reproduisent jamais, on ne se maintient pas durablement lorsque Cette méthode exige que chaque cas recueilli dans l'enquête confirme l'hypothèse. Si le chercheur rencontre un cas, إذا ما وجد الباحث يعني أو صادف حالة ما لا تؤكد فرضيته عليه أن يعيد صياغة الفرضية لكي تتوافق مع الحالة التي تنفي الفكرة الأصلية. إذن afin d'élaborer et de tester mon hypothèse sur la genèse de l'utilisation de la marijuana pour le plaisir, إذن يقول بأنها قبل أن أعد وأفحص فرضيتي حول التشكل يعني أو كيف يعني أو كيف يعني تركيبة استعمال الماريجوانا والتي هو والتي يحيلها هوارد بيكر إلى المتعة لو بليزير جي رياليزي يقول أنني أنجزت 50 مقابلة مع مدخنين للماريجوانا. يقول هوارد بيكر بأنه كان في فترة ما كان طبعا J'étais à l'époque musicien, كان موسيقيا للجاز يعني بروفيسيونال منذ سنوات. جي دونك دابور وبالتالي أول شيء قام به هو أنه قام بمقابلات مع بعض الأشخاص الذين صادفهم في عالم الموسيقى وكانوا في نفس الوقت مدخنين للماريجوانا. إذن à ma demande ils me mirent en contact وبطلبه هو قام هؤلاء الأشخاص طبعا ربط قاموا بمساعدته لربط علاقات مع مدخنين آخرين والذين قبلوا أن يناقشوا معه وأن يتحدثوا عن تجربتهم في تدخين الماريجوانا. ثم بعد ذلك استعمل أيضا بعض المقابلات لزونتروتيان التي أنجزها زملاء آخرون يشتغلون من أجل في دراسة طبعا حول المخدرات القوية كي كونتوني دي دوني والتي كانت فيها معطيات مفصلة كافية له طبعا لياخذ فكرة عن استعمال الماريجوانا لكي يفحص طبعا فرضيته، لأنه هو يفترض بأن استهلاك الماريجوانا ليس بسبب عوامل نفسية وإنما بسبب أو سببه هو البحث عن المتعة. هكذا هو افتراض هوارد بيكر. إذن يقول بأن نصف المقابلات 50 التي أجراها كانت مع موسيقيين والنصف الآخر مع أناس آخرين ينتمون إلى ميادين مختلفة فيهم العمال وفيهم طبعا بعض المهن الحرة. ويقول أيضا هوارد بيكر بأن الأمر لا يتعلق بعينة عشوائية لأنه كان من المستحيل اختيار عينة عشوائية لأنه لا شخص كان يعرف هذا العالم عالم يعني المخدرات، يعني من الصعب جدا أن تختار عينة عشوائية، يجب أن تبحث أنت عن الشخص الذي يستهلك والشخص الآخر يقودك إلى شخص آخر. إذن يقول بأن هذه المقابلات les entretiens que j'ai réalisés étaient centrés sur l'expérience personnelle de la marijuana. طبعا انا يعني انطقها ماريجوانا لان نطقها ماريجوانا او ماريجوانا. اذا فالمقابلات التي انجزها ركزت على التجربه الشخصيه في استهلاك الماريجوانا وكانت تريد او تهدف هذه المقابلات الى تحديد التغيرات الرئيسيه في المواقف تجاه استهلاك هذا المخدر وكيف يعني نستعمله وأيضا يعني كل التغييرات في استعماله. جي أمبلوي لو لونغاج يقول أنه استعمل لو لونغاج اللغة يعني لغة الذين قام يعني الذين أجرى معهم البحث أو المقابلات. شاك فوا كو سولا إيتي بوسيبل كلما أمكن ذلك. إذن لا تيوري بريزونتي سي برون بور بوان دو ديبار لاندفيدو كي إي ديجا ديسبوزي أ إيساييه
La marijuana, le chapitre suivant examinera comment il en est arrivé là. Cet individu sait que d'autres personnes utilisent la marijuana pour planer, mais il ne sait pas ce que signifie correctement cette expression. إذن فالنظرية التي يعتمدها هاورد بيكر تأخذ كنقطة انطلاق الفرد الذي يعني il est disposé, يعني استعمل الماريجوانا. هذا الفرد يعرف بأن بعض الأشخاص آخرين يستعملون الماريجوانا من أجل أنه تحدث لهم أثر الذي يسمى ببلاني. بلاني يعني بمعنى يحلق. وفعلا يعني البعض الذي يخدر الذي يستهلك المخدر يقول لك أنه يشعر بأنه كأنه في عالم آخر، كأنه مثلا في عالم آخر. مي إن نو سي با، وبالضبط لا يعرف ما معنى يعني هذا التعبير بلاني. L'expérience excite sa curiosité, mais dans l'ignorance de ce qu'il pourrait advenir, il craint que l'expérience n'aille au-delà de ce qu'il avait prévu. Si le fumeur parcourt, إذن هنا الفرد عندما لا يكون لا يكون قد استعمل الماريجوانا في البداية، فهو يريد أن يكتشف، لديه فضول، ولكنه يجهل طبعا الأثر الذي يمكن أن تحدثه، الذي يمكن أن يحدثه تدخين الماريجوانا أو القنب الهندي. هو لا يعرف التجربة كيف ستمر، وبالتالي فهناك مراحل يجب أن يمر بها المدخن لكي يصبح مدخنا يعني بشكل طبعا دائم. Si le fumeur parcourt toutes les étapes que je vais décrire et s'il conserve les dispositions acquises, il sera capable et désireux d'utiliser la drogue pour le plaisir dont l'occasion s'en présentera. L'apprentissage. أول شيء هو l'apprentissage de la technique. تعلم يعني أول شيء يعني يقوم به مدخن الماريجوانا أنه يتعلم التقنية. En général, بشكل عام المبتدئ لا يشعر بذلك الأثر الذي يسمى بالتحليق. يعني بلاني، بلاني يعني أنه يحلق، عندما يدخن يشعر بنفسه كأنه يحلق، كأنه يعني يحلق، يعني هناك شعور خاص. ففي بصفة عامة فالمبتدئ لا يشعر بذلك الشعور منذ الوهلة الأولى عندما يدخن طبعا الماريجوانا، مي سولمون، وإنما بعد محاولات متعددة. هذا الأمر يمكن شرحه par le fait qu'il ne fume pas comme il faut. يمكن شرح هذا الأمر أنه لا يشعر بذلك النشوة أو ذلك الشعور أو بالتحليق إن صح التعبير، لأنه لا يدخن بالطريقة التي يجب عليه أن يفعل بها، بمعنى أنه لا يدخن بالجرعة الكافية لكي يحصل على النشوة. فلا بلوبار دي زوتيليزاتور سون داكور سور سو بوان، يقولون يعني أغلب المستعملي الماريجوانا متفقين على هذه النقطة. إذا أردت أن تحلق بلاني، إذا أردت أن تشعر بذلك بتلك النشوة في يعني التي يحدثها تدخين الماريجوانا، يجب أن لا يعني تدخن الماريجوانا ك ك ك كتدخين ك ك كتدخين التبغ. يجب أن لا تدخن الماريجوانا كما تفعل مع التبغ ومع السجائر. هنا سوف يبدأ هاورد بيكر باستعراض بعض المقتطفات من حواراته ومقابلاته مع مستعملي المخدرات أو مستعملي الماريجوانا. يقول مثلا شخص هنا يقول tu aspires une grande bouffée tu vois، يقول بأنما تأخذ نفس طويل. je ne sais pas comment t'expliquer، لا أستطيع، لا أعرف كيف أشرح لك. ça ne se fume pas comme une cigarette، لا يم... لا يعني لا يعني ندخن الماريجوانا كما نفعل مع سيجارة. tu aspires une grande bouffée، تأخذ نفس عميق. tu la fais descendre، ويعني تحاول أن تنزل به بعمق في رئتيك، يعني تحافظ عليه في الرئتين يعني مدة طويلة كلما أمكن ذلك. إذن هذا شخص مدخن يشرح تقنيات لكي تشعر بشعور بالنشوة عندما تدخن. Si l'on n'utilise pas une technique de ce genre، هنا هوارد بكر يقول إذا لم نستعمل يعني تقنية من هذا النوع، فالمخدر لو لن يكون له أثر، وبالتالي فالمستعمل المدخن
لن يكون قادرا على التحليق. التحليق هنا كما أشرت لكم هو جاء من الفعل بلاني، يعني تحليق، بأنما الفرد يحلق عندما يكمي، عندما عفوا عندما يدخن. استعملت مصطلح بالدارجة. إذن الشخص عندما يدخن يحلق، كأنه يحلق بلاني، يطير، نقول باللهجة المغربية يطير. ولا على كل، شخص آخر سوف يشرح الأمور. يقول الشخص الآخر لو بروبليم افيك سي جون لا، يتحدث عن الأشخاص الذين لا يصلون إلى التحليق وإلى النشوة. يقول لو بروبليم افيك سي جون لا، أو المشكل معهم أنهم يعني لا يدخنون كما يجب. سي تو سكي، هذا ما يمكن أن أقوله. Ils ne gardent pas la fumée assez longtemps. لا يستطيعون الحفاظ على، يعني ذلك التدخين، عندما يدخنون لا يستطيعون أن يحافظون عليه مدة طويلة في عندما يأخذون النفس. أو بيان ils prennent trop d'air، أو يأخذون هواء أكثر، أو العكس من ذلك. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas fumer correctement. يعني هناك العديد من الناس الذين لا يعرفون كيف يدخنون. Alors، إذن لا يحصلون على أي شيء. لا يحصلون على المتعة المرجوة واللذة المرجوة. إذن هذا كلام أحد مستعملي الماريجوانا. يعود الآن هوارد بيكر ويقول إذا لم يحصل أي شيء، معنى ذلك أن المدخن يمكن، يقول إذا لم يحصل أي شيء le fumeur ne peut manifestement pas élaborer. يقول إنه إذا لم يحصل أي شيء، فالمدخن لا يمكن له أن يكون لديه تصور حول المخدر كمصدر للمتعة، وبالتالي سيتوقف عن التدخين. إذن فالمرحلة الأولى، la première étape، المرحلة الأولى مهمة جدا في تعلم تقنية يعني استهلاك المخدر، pour produire en fumant des effets، استهلاك المخدر طبعا للحصول على آثار طبعا تؤدي إلى الشعور بالمتعة وباللذة، ذلك المتعة وبذلك الإحساس. Comment on peut le deviner? C'est la fréquentation de groupe. طبعا كيف يمكننا أننا نحصل على تلك المتعة؟ إذن فهنا يجيب هوارد بيكر، هي التردد على جماعات من المدخنين، جماعات من المدخنين. Comment on peut le deviner? C'est la fréquentation des groupes utilisant la marijuana qui entraîne une telle modification. C'est là que l'individu apprend à fumer comme il convient. Et donc, هنا في صحبة مجموعة من الرفاق، مجموعة من الأصدقاء والمستعملي المخدر، يعني مستهلكي الماريجوانا، سوف يتعلم الفرد كيف يعني كيف يدخن بطريقة صحيحة، وبالتالي للحصول على النشوة. يقول أحد المستهلكين لمخدر الماريجوانا je fumais comme si c'était une cigarette ordinaire، كنت أدخن كما لو كان يعني كما لو كان الأمر عبارة عن سيجارة عادية. ثم قال لأحد الأشخاص لا ليس هكذا، non pas comme ça. Il a ajouté وأضاف تأخذ نفس، tu aspires، tu vois، tu l'avales، تأخذ، ثم يجب عليك أن تحتفظ بذلك في رئتيك حتى pendant، يعني وقت معين، حتى وقت معين. J'ai demandé، ثم طلبت منه كم من الوقت، combien du temps. أجابني tu n'as qu'à la garder، يعني قال له يجب عليك أن تحافظ على ذلك النفس عندما تدخن، تلك الكمية التي تدخلها لرئتيك حتى تشعر برغبة في يعني إلقائها، ثم بعد ذلك تلقيها، تخرجها. C'est ce que j'ai fait à trois ou à quatre reprises. إذن يقول هذا المدخن هذا ما فعلته لمدة يعني ثلاث أو أربع محاولات. إذن يقول هوارد بيكر de nombreux débutants، يعني بعض العديد من المبتدئين في مجال التدخين، في مجال تدخين الماريجوانا، فهم طبعا يشعرون بالخجل للاعتراف بجهلهم، فيحاولون أن يتظاهروا بكونهم يعرفون التقنية وبكونهم خبراء في التدخين، وبالتالي هنا فهم يتعلمون التدخين الماريجوانا
ليس عن طريق الآخرين وشرحهم، وإنما عن طريق الملاحظة بطريقة غير مباشرة، عن طريق الملاحظة والتقليد، يعني يقلدون ويلاحظون دون أن يتحدثوا عن جهلهم بالأمر. يقول أحد المدخنين: جي في سومبلون دافواغ ديجا فومي، يعني يقول تظاهرت بأنني سبق لي أن دخنت الماريجوانا عدة مرات. Je ne voulais pas que ce mec me prenne pour un demeuré pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. يقول بأنه تظاهرت بأنني دخنت يعني عدة مرات حتى لا يعتبرني هذا الشخص بأنني أنا لا أعرف أي شيء، وبالتالي يعني كيف أدخن. Je l'ai simplement observé. فقط قمت بملاحظته ومعاينته، يعني لم أفارقه، لا يعني عاينته ولاحظت كيف يدخن وفعلت كما يفعل هو. J'ai observé comment il tentait la cigarette, comment il la fumait et tout le reste. Alors quand il m'en a passé une, عندما أعطاني واحدة، ففعلت كما يفعل هو. إذن يقول هوارد بيكر: Aucune des personnes interviewées n'a continué à utiliser de la marijuana pour le plaisir sans avoir appris selon quel dosage la drogue produit ses effets. إذن يقول بأن لا يوجد أي مستعمل من أو مستهلك للماريجوانا من الأشخاص الذين قابلهم والذين أجرى معهم مقابلات، لا يوجد أي شخص منهم استمر في استعمال واستهلاك الماريجوانا من أجل المتعة دون أن يعرف يعني الجرعة المناسبة من المخدر، الجرعة المناسبة التي تنتج تلك الآثار. C'est seulement après l'apprentissage de cette technique que peut apparaître une conception de la drogue comme source de plaisir. إذا يقول إنه فقط بعد تعلم هذه التقنية وتعلم الجرعات المناسبة وتعلم كيفية التدخين، فقط بعد هذا الأمر يكون المستهلك للمخدر يكون يعني تصور حول أن فعلا أن المخدر أو الماريجوانا فعلا مصدر للمتعة. فوت دون تل كونسبسيون لوزاج، وبالتالي إذا لم توجد هذا التصور حول استعماله للمخدر للماريجوانا، طبعا سيصبح استعماله واستهلاكه للماريجوانا بدون معنى ويمكن أن يتخلى عنه. لابرونتيساج دو لا perception des effets. هنا أمر آخر. إذا تحدثنا في البداية أن المستعمل أو المستهلك للماريجوانا يعني يتعلم التقنية الصحيحة للاستهلاك، الآن سيتعلم يعني تصور الآثار، كيف يمكن له أن يتصور الآثار، لأنه قد تحدث له فعلا آثار ويشعر بأشياء، لكنه قد يحدث له آثار لكنه لا يشعر بها ولا يعرف يعني أن تلك الآثار سببها له المخدر مثلا. Même lorsqu'il acquiert la technique adéquate pour fumer, le nouvel utilisateur peut ne pas ressentir d'effet. إذن يقول لك بأنه رغم أنه يعني المستعمل المبتدئ قد يستعمل التقنية الصحيحة للتدخين، لكن يمكن له أن لا يشعر بالآثار، بآثار يعني التدخين يعني الماريجوانا، أو لا يشعر بالمتعة المرجوة، وبالتالي سوف لن يعتبرها كمصدر للمتعة. Une remarque faite par un fumeur suggère la raison de cette difficulté et indique l'étape qu'il faut franchir pour devenir fumeur. هنا سوف يشرح أحد المستهلكي الماريجوانا هذه المشكلة، وسوف يحاول أن يبين لماذا لا يشعر الفرد بآثار تدخينه للماريجوانا. يقول: سي فغي، يقول سي فغي، حقا رأيت شخصا يحلق، يعني بمعنى أنه ذلك الشخص قد أحدثت فيه الماريجوانا أثرا، كي إيتي كومبليتمون بارتي، إي كي نو سو روندي كونت با كونت، ولكنه لم يكن يشعر بذلك، يعني لم يكن يعي ذلك، رغم أنه فعلا كان له أثر واضح عليه، لكنه يسأله هوارد بيك: كومون إس بوسيبل، كيف يمكن ذلك؟ يقول له: بون سي اسي بيزار، يعني الأمر غريب. Je veux bien l'admettre, mais c'est comme ça. يعني هكذا. يقول له بأن هذا الشخص, ce type a plané devant moi. يعني هذا الشخص حلق
وكان يعني أثر المخدر واضحا عليه أمامي، ولكنه يؤكد بأنه لم لا أثر له على، يعني لم يحلق ولا يوجد أي أثر عليه. يعني هذا ذلك الشخص رغم أنه كان هناك أثر عليه لكنه لم يعي بذلك. Et il s'est complètement défoncé. Il obstinait à soutenir qu'il ne planait pas. Planait pas. C'est donc moi qui a dû lui prouver qu'il planait vraiment. يقول لك بأن هذا المستهلك أن الذي بينت له أنه فعلا المخدر قد أحدث فيه تغييرا وقد سبب له يعني آثار. Comme le suggère cette remarque, إذن يقول هوارد بيكر. Comme le suggère cette remarque, pour que l'individu plane, يقول له هوارد بيكر كما تقترح هذه الملاحظة، فلكي يعني يشعر الفرد بالتحليق بلاني يعني بآثار المخدر عليه، يجب أن تتضافر أو يتضافر عنصرين وهما أولا la présence des symptômes produits par la consommation، حضور العلامات التي طبعا تنتجها أو الآثار التي تنتجها استهلاك الماريجوانا، هذه العامل الأول يجب أن تكون هناك حضور علامات تدل على أنه فعلا كان هناك استهلاك للماريجوانا أحدثت آثارا. المسألة الثانية الاعتراف بهذه العلامات وعلاقتها بالتدخين، بتدخين الماريجوانا. بمعنى آخر la présence des symptômes، يعني بمعنى آخر فحضور العلامات لا يكفي car il n'implique pas par eux-mêmes l'impression de planer، لأن حضور تلك العلامات قد لا يؤدي إلى الشعور أو الانطباع بأن الشخص فعلا يعني يحلق ولديه ذلك الشعور بالاستهلاك أو بالآثار. إذن pour pouvoir faire cette expérience il faut que le fumeur soit capable de prendre conscience. إذن هنا من أجل الحصول على هذه التجربة يجب على المدخن أن يكون قادرا على أخذ أن يكون واعيا بهذه العلامات ويربطها باستهلاكه للماريجوانا. Sinon, quels que soient les effets réellement produits, il considérera que la drogue n'a pas d'effet sur lui. وإلا فإنه رغم الآثار التي قد تحدثها الماريجوانا قد يعتبر بأنه لا أثر لها عليه، لأنه ليس لديه وعي ولا يعرف يعني العلامات التي تدل على أنه فعلا كان له هناك أثر. يقول أحد المستهلكين دائما Tu sais, je m'imaginais que Je m'imaginais que la drogue ne me faisait aucun effet, ou bien que les autres exagéraient ses effets. Je pensais que ça devait être psychologique, tu vois. يقول واحد المستهلك الماريجوانا كنت أظن بأن المخدر ليس لديه أي أثر علي أو أن الآخرين يبالغون في الآثار التي يحدثها علي. كنت أفكر كأن الأمر نفسي، كأن هناك شيء ما نفسي. Certaines personnes, Eden Naoud et Howard Baker, y قول. بعض الأشخاص pensent ainsi que tout ceci n'est qu'illusion. بعض الأشخاص يعتبرون أن هذا فقط وهم. يعني ليس هناك أثر للمخدر عليهم. Alors avait le désir de planer conduit le fumeur à se leurrer lui-même en croyant qu'il se passe quelque chose alors qu'en réalité il ne se passe rien. يعني بعض المخدرين بعض المستعملين للماريجوانا في البداية يقول لك بأنه هذا وهم فقط أنا يعني أستعملها وليس هناك أي آثار هنا فقط هذا فقط وهم. Estimant que la marijuana ne leur fait rien, elles renoncent à l'utiliser. إذن بما أنهم يظنون بأن الماريجوانا لا أثر لها عليهم فطبعا سوف ينقطعون عن استعمالها. Mais en règle générale ولكن بصفة عامة L'observation du fumeur qui plane convainc le novice que la drogue finira bien par produire des impressions inédites. بصفة عامة فالذي يقود المبتدئ إلى الاعتراف بآثار الماريجوانا عليه فهو ملاحظته لآخرين عندما يدخنون، عندما يكون في مجموعة من في جماعة من الرفاق ويرى شخصا ما يدخن ويرى الآثار المباشرة عليه أنذاك يقتنع بأن الماريجوانا فعلا لها آثار وهذه الآثار هي كذا وكذا وكذا. Il poursuit
il poursuit ses tentatives jusqu'à ce qu'il en soit ainsi. وبالتالي هو سوف يقوم بعدة محاولات ليحصل على نفس الآثار. Tourmenté par son échec, il interroge les fumeurs. عندما يكون الفرد لا يشعر بآثار الماريجوانا عليه وبتلك النشوة فإنه يكون كأنه أمام فشل وسيسأل المدخنين أكثر تجربة ويحاول أن يفهم. Au cours de ces conversations, يعني بعد حواراته مع مجموعة من الأشخاص, on lui fait prendre conscience de certains détails. وهنا سوف يقوم المجربون ب يعني طبعا تعليمه أو طبعا سيقومون بتوضيح مجموعة من التفاصيل حول الشعور الذي يأتي بعد التدخين حول بعض الأشياء التي طبعا لا يمكن ملاحظتها والأشياء التي يمكن ملاحظتها إلى آخره. J'ai pas plané la première fois. يقول أحد المدخنين هنا مقتطف كما أشرت في البداية مقتطفات من حوارات مع مدخنين للماريجوانا. يقول أحد المدخنين Je n'ai pas plané la première fois. Je n'ai pas plané la première fois. يعني لم أحلق المرة الأولى. يعني لم أشعر بذلك النشوة وذلك الارتفاع بعد التدخين. Je n'ai pas plané la première fois. Je crois que je n'ai pas gardé la fumée assez longtemps. يقول بأنه ربما يعني لم يعني أحافظ على التدخين عندما أدخن أستنشق التدخين لم أحافظ عليه لفترة كافية في الرئتين. ربما لم يدخن بالطريقة الصحيحة. J'ai dû la laisser échapper. Tu sais, on a un peu peur. يقول لك أنه كان خائفا. La deuxième fois, je n'étais pas sûr. المرة الثانية لم أكن متأكدا. Et il m'a dit parce que je lui demandais de m'indiquer certains symptômes, comment je m'en apercevrais. Donc il m'a dit de m'asseoir sur un tabouret. Je crois que c'était un tabouret de bar. Et il m'a dit laisse prendre tes jambes. Et après, quand je suis redescendu, mes pieds étaient complètement froids. Tu sais, alors tu vois, j'ai commencé à ressentir. Et d'enfa, بمساعدة شخص آخر, هذا الشخص طبعا بمساعدة شخص آخر مدخن آخر يعني حاول أن يرشده إلى أنه فعلا المخدر كان له أثر عليه عندما أجلسه على كرسي وطبعا أحس هذا الشخص يعني تغير في جسده وبالتالي بآثار المخدر عليه. Alors tu vois, j'ai commencé à ressentir quelque chose. C'était la première fois, et ensuite, environ une semaine après, ou en tout cas peu de temps après, j'ai vraiment plané. Plané, plané. C'était la première fois que je planais de manière aussi fantastique. Après ça, j'ai très bien su reconnaître quand je planais. وبعد ذلك الشخص بدأ يعرف متى يحصل له ذلك الشعور وتلك النشوة عندما يدخن. Entre autres symptômes, celui qui plane ressent un grand appétit. من بين العلامات الشخص الذي طبعا يحصل له ذلك الشعور عندما يدخن الماريجوانا يشعر برغبة في الأكل. يعني تفتح شهيته للأكل. Dans le cas ci-dessous, في الحالة التي سنعرضها, فالشخص المبتدئ في التدخين, le novice, s'en aperçoit alors qu'il la plane pour la première fois. شعر بأنه حصل له ذلك الشعور plané لأول مرة. يقول, il se foutait de moi parce que je mangeais tant et plus. يقول أنهم لا يهتمون بي وكذا ولم اكتريت إلي لأنني كنت أكل بكثرة. C'est vrai, qu'est-ce que je bafferais? يقول بأنني كنت أكل يعني بشراهة. Tu vois le tableau? Des fois, je les regardais parce que je me demandais pourquoi. بعد الأحيان كنت أنظر إليهم يقول لأنهم كانوا يضحكون علي وكذا ولم أكن أعرف بأن هذا الأمر يعني مضحك. سأله هوارد بيكر أسكيل زون فيني بار تو دير بوكوا إل غيي يعني هل قالوا لك لماذا كانوا يضحكون. جي فيان اه لي غار كاسك كي سو باس ا سو مومون تو فوا جوست ابخي افوار دوموندي كاسك كي سو باس يعني طلب منهم هذا الشخص ماذا يحدث.
Je me suis tout à coup senti bizarre. Ça y est, mon vieux, tu planes. وهنا طبعا قال له احد الاشخاص مون فيو تو بلان يعني انت ارتفعت كانك ارتفعت سي بيان سا جو لو اي دي اه نو سي فري جو نو سافي ميم با سو كي ماريفي يعني لم يكن يعرف ماذا يحدث له يعني ارتفع كما كنقولوا رفعته يعني الماريجوانا لابرونتيساج بو سو فير دو مانيير بلوز انديريكت والتعلم هنا لهذا الأمر يمكن أن يحدث بطريقة غير مباشرة. يقول أحد المدخنين j'entendais des petites remarques faites par d'autres gens. Quelqu'un disait يقول بأنه سمع ملاحظات من بعض أتت من بعض الأشخاص الآخرين. أحد الأشخاص كان يقول j'ai les jambes en coton عندي يعني يعني الركبتين من صوف يعني كأن يعني ركبتي خفيفتين مي جو نو رابيل با توت لي رومارك كيل فوزي لكنني لا أتذكر كل الملاحظات التي كانوا يعني يقومون بها أو يبدونها باسكو جو غيتي افيك بوكو داتونسون لا مواندر انديكاسيون سور سكو جيتي سونسي روسونتير دون سون ديزير ديبروفي سي سونساسيون Le novice relève donc chez les autres fumeurs quelques-uns des référents concrets du terme plané et il applique ses notions à ses propres impressions. Et donc, bien sûr, là, le mubtadi fi majal tadkhin al marijuana sayata'allam ou sayarif shu'ur ou shu'ur alladhi yuhdithuhu al tadkhin bi mulahadatihi wa mu'ayanatihi li ashkhas akharin. Indama yu'ayyin ashkhas akharin wa yara آثار الماريجوانا عليهم سيفهم يعني ما هي الآثار التي تسببها الماريجوانا. Ces nouvelles notions lui permettent de reconnaître les symptômes qu'elle désigne parmi ses propres sensations de prendre conscience qu'il y a quelque chose. وبالتالي سيكون وعيا بأن فعلا سيحدث شيء ما مختلف في هذه التجربة. يعني تجربة استهلاك الماريجوانا. C'est seulement dans ces conditions qu'il plane Dans le cas ci-dessous, je contraste entre deux expériences successives d'un même fumeur, mettant en évidence l'importance décisive de la conscience des symptômes et souligne à nouveau le rôle essentiel de l'interaction avec d'autres fumeurs dans l'acquisition des idées qui permettent cette prise de conscience. Et donc, يقول بأن في الحالة التي ستأتي هناك un contraste, le contraste entre deux expériences. يعني كان هناك تناقض ما بين تجربتين لنفس الشخص. لنفس المدخن والتي تؤكد على أهمية أخذ يعني وعي بالعلامات التي تؤكد على أن الشخص فعلا أحدث المخدر أحدث آثار عليه وكذلك في إطار الدور المهم لتفاعله مع الآخرين وكيف يعني تفاعله أن تفاعله مع الآخرين سوف يسمح له بالوعي بحالته هو بتجربته Est-ce que tu as plané la première fois que tu as fumé? Et donc, il demande à Howard Baker, هل ارتفعت هل حلقت في المرة الأولى عندما دخنت هل شعرت بذلك الشعور يعني شعور التحليق وكذا؟ يقول له نعم, oui bien sûr. Ou plutôt quand j'y repense, je crois que non. En fait, je pense que cette première fois là, c'était un peu comme une légère cuite. J'étais heureux. يقول لك أن المرة الأولى كنت سعيدا. Je crois, mais je ne savais pas vraiment ce que je planais. ولكنني لم أكن أعرف يعني وأشعر وأعي الحالة التي كنت فيها. C'est seulement après avoir plané pour la deuxième fois, هو فقط عندما شعرت بالتحليق للمرة الثانية وبذلك الشعور فهمت بأن المرة الأولى فعلا كنت قد حصلت على نفس الشعور. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose de différent. إذن يقول هنا فهمت بأنه يحدث شيء ما مختلف. أو شعور مختلف. Comment t'en es-tu rendu compte؟ يقول له هوارد بيكر كيف يعني فهمت هذا الأمر أو كيف أحسست به؟ Comment je m'en suis rendu compte؟ C'est ce qui m'est arrivé ce soir-là. يقول لك ما حصل لي هذا المساء. T'étais arrivé. Tu t'en serais rendu compte, crois-moi. Nous avons joué le premier air pendant presque 2 heures. Le même air, tu t'imagines, mon vieux, on a commencé à 9h. Quand on a fini, j'ai regardé ma montre, il était 11h, moins le quart, presque 2 heures sur le même air, sans même s'en apercevoir. Il a même pas senti le temps.
يعني دخن لمدة ساعتين ولكنه لم يشعر بالوقت. Tu vois, يقول له, tu vois ce que je veux dire, c'est comme si le temps était plus long ou quelque chose comme ça. إذا شعر بأن كأن لا العكس على ذلك كأن الوقت يعني طويل العكس من ذلك. En tout cas, quand j'ai vu ça, mon vieux m'a ça m'a suffi. J'ai compris que je devais réellement planer pour qu'un truc comme ça m'arrive. Après, on m'a expliqué que ça te fait ça, que tu as un sens différent du temps et de tout. Alors j'ai réalisé qu'il s'agissait de ça. إذن هو شعر بأنه طبعا لديه ارتباك فيما يخص الوقت ومفهوم الوقت وبالتالي يعني شعر بأنه فعلا قد ارتفع بعد استهلاك المخدر وقد حصل له ذلك الشعور الذي يبحث عنه. C'est comme la première fois probablement que j'ai ressenti la même chose, tu vois, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. إذن يقول هوارد بيكر c'est seulement quand le novice devient capable de planer qu'il est disposé à fumer pour le plaisir. إذن يقول بأنه هو عندما فقط يصبح المبتدئ قادرا على الوصول إلى ذلك الشعور الذي يسمى بالتحليق بالارتفاع ما يسمى ببلاني أنه يشعر بكونه قد ارتفع. عندما يشعر يصل المبتدئ إلى هذه الحالة فهنا يكون مستعدا ولديه قابلية للتدخين من أجل المتعة. Dans tous les cas, où il en a été ainsi, le fumeur avait acquis les notions qui lui étaient nécessaires pour se formuler à lui-même le fait qu'il éprouvait des sensations inédites causées par la drogue. Autrement dit, pour continuer à fumer, بمعنى آخر, لكي يستمر في التدخين, il est nécessaire non seulement, يعني, لكي يستمر المدخن, مدخن الماريجوانا في التدخين, فمن الضروري ليس فقط أنه يستهلك المخدر ولكن أنه يتعلم أن يشعر بالآثار التي ينتجها المخدر عليه. يجب عليه أن يعي الآثار التي ينتجها المخدر عليه. C'est ainsi que la marijuana أو la marijuana بهذا تصبح الماريجوانا بالنسبة للمستعمل وسيلة تستعمل بشكل واعي من أجل المتعة. Au fur et à mesure que son expérience s'étend, le fumeur développe sa capacité d'apprécier les effets de la drogue et continue d'apprendre à planer. إذن مع استعماله للمتكرر أو لاستهلاكه لمخدر الماريجوانا المدخن يعني يطور القدرة على يعني طبعا الإعجاب بالآثار التي يحدثها المخدر عليه. إذن il analyse minutieusement ses expériences successives, guettant de nouveaux effets, طبعا ويحلل بدقة تجاربه, طبعا guettant de nouveaux effets tout en assurant que les anciens se produisent, يحصل على مثلا آثار جديدة عفوا, وفي نفس الوقت يطمئن على أن الآثار القديمة التي كان يحدثها المخدر عليه دائما موجودة. Ce processus engendre un système stable de catégories qui structure la perception des effets de la drogue et qui permet au fumeur d'atteindre facilement un état d'euphorie. Et donc, طبعا كل هذه العمليات سوف تؤدي بالمستعمل للمخدرات للمستعمل للماريجوانا أنه يصل إلى نوع من الاستقرار إلى في إدراكه للآثار التي يحدثها المخدر. وبالتالي سوف يحصل بسرعة وبسهولة على نشوته من استعمال المخدر. يعني لاحظوا معي أنه استعمال الماريجوانا يمر بمراحل كأنه مسار مهني يمر بمراحل كبيرة جدا. L'acquisition de ce système de catégories transforme les utilisateurs en connaisseurs. وبالتالي فعندما يكتسب كل هذه المنظومة يتحول من مستعمل إلى يعني خبير يصبح خبيرا كمثل الخبراء في مثلا في الخمر او في بعض انواع من المخدرات. فهما مثلا في الخمر يستطيعون تحديد حتى مثلا الجهه التي اتى منها الخمر وكذا والمحصول يعني العنب الى اخره من اي جهه الى اخره بعد تذوقهم
لأنواع مختلفة للخمر. Bien qu'en général, il soit impossible de savoir si ces affirmations sont exactes, il reste vrai que les connaisseurs font des distinctions. فطبعا فالخبراء في خبراء الماريجوانا خبراء مخدر الماريجوانا لديهم القدرة على التمييز بين الأنواع أنواع يعني الماريجوانا أنواع القنب الهندي ذات الجودة الجيدة والتي لها جودة أقل وكذا يميزون بينها وحتى ربما البلد الذي أتت منه إلى آخره فلديهم خبرة. L'aptitude à percevoir les effets de la drogue doit être entretenue pour que l'utilisation se poursuive. إذن مسألة أخرى وهي مهمة وهي القدرة على إدراك آثار المخدر آثار المخدر الماريجوانا يجب أن تبقى تلك القدرة لكي يستمر الاستعمال. يجب دائما على المستعمل المخدر أن يشعر بأنه فعلا هناك آثار، فإذا افتقد ذلك الشعور طبعا سيفتقد الحافز لاستعمال واستهلاك المخدر. En second lieu, dans les quelques cas où l'individu consomme tant de marijuana qu'il plaint continuellement, il est enclin à considérer que la drogue n'a pas d'effet sur lui en raison de l'absence de ce facteur essentiel que constitue la perception d'une différence entre l'impression d'euphorie et le sentiment d'être dans un état normal. بعض الأحيان البعض يفتقد هذا الشعور. كيف ذلك؟ عندما يكون مستهلك للمخدر بكثرة وقد يصل إلى مرحلة يصبح معها المخدر هو الحالة العادية. عندما يكون شخص مدمن يعني بطريقة كبيرة جدا قد يصبح تدخين وذلك الشعور هو الحالة العادية، وبالتالي يفقد ذلك الانطباع بين حالته بين الشعور العادي والشعور بأنه يستهلك المخدر يعني. وبعد ذلك المدخن إذا انقطع يعني عن التدخين لمدة معينة ثم رجع إلى الاستعمال بعد ذلك سوف يعيد إدراك طبعا ذلك الشعور الذي شعر به أو الفرق بين الحالة العادية والحالة مع استعمال المخدر. L'apprentissage du goût pour les effets. Il reste encore une étape à franchir. هنا مثلا هاورد بيكر يتحدث عن مرحلة أخرى. يقول لك l'apprentissage تعلم تذوق الآثار. يعني قلنا بأنه في البداية يعني مراحل استهلاك المخدر الماريجوانا، المرحلة الأولى أنه يجب عليه أن يستعمل المخدر بالطريقة الصحيحة. المرحلة الأولى يستهلك المخدر بالطريقة الصحيحة. المرحلة الثانية عندما يستهلك المخدر يجب أن يدرك الآثار التي يحدثها المخدر عليه، يجب أن يكون واعيا. المرحلة الأخرى يجب عليه أن يتذوق تلك الآثار وأن يعتبرها آثار جيدة. يجب أن يتذوق تلك الآثار ويعتبر بأن التجربة هي جيدة وبأنه يعني يكون لديه انطباع جيد وليس سيء. Il reste encore une étape à franchir pour que celui qui sait maintenant planer continue à fumer. Il doit apprendre à aimer. يجب عليه أن يحب الآثار التي تنتج عن استعماله للمخدر، لأن البعض عندما يستعمل المخدر قد يستعمل المخدر ولا يحب تلك الآثار ويشعر بأن الآثار غير جيدة وبالتالي فلن يعود لتكرار التجربة. يعني بعض الأشخاص مثلا قاموا بتدخين المخدر وبعد ذلك شعروا بتجربة سيئة ورموا به ولم يعودوا إليه. إذن عليه أن يتعلم كيف يحب تلك التجربة ويحب تلك الآثار. لاحظوا هذه تقنية، هذا يعني تعلم آخر، مرحلة أخرى من التعلم. Les sensations produites par la marijuana ne sont pas automatiquement ni nécessairement agréables. يقول بأنها هي ليست بشكل آلي جيدة يعني أغريابل ممتعة وجيدة وليست بالضرورة. Comme pour les huîtres كما هو الشأن عندما نأكل المحار في البداية أو كما هو الشأن بالنسبة لمن يشربون أحد أنواع الخمر الذي يسمى لومارتيني dry. إذن فلو جو دو سي سونساسيون اي سوسيالمون اكي، فهذا يعني الذوق نتعلمه بالمجتمع. يعني مجموعة من الأشياء التي نأكلها ربما لو نتذوقها لأول مرة سوف لن نحبها، لكن مع يعني آراء الناس نحبها. إذن سوف يتعلم تذوق التدخين والآثار
عبر يعني الآخرين. Le fumeur éprouve des vertiges et des démangeaisons dans le cuir chevelu. Il a soif, il perd le sens du temps et des distances. Tout ceci est-il agréable? Il faut que le médecin, عندما يدخن الماريجوانا يشعر بدوار، ثم أيضا يشعر بحكة في فروة رأسه، يشعر بالعطش، يفقد معنى الوقت والمسافات. هل هذا الأمر أغريابل يعني جيد؟ Il n'en est pas sûr. Pour continuer à utiliser، إذا لكي يعني يستمر في استهلاكه للمخدر للماريجوانا، il lui faut opter pour l'affirmative. Sinon il préférera éviter ce type d'expérience, peut-être authentique mais désagréable. Les effets de la drogue, tels qu'on les ressent pour la première fois, peuvent être physiquement désagréables. إذن يمكن أن تكون تلك الآثار غير مرغوبة وغير محببة بل غامضة. يقول أحد المستهلكي المخدرات، يقول يعني ما يلي: Ça commençait à faire effet, mais tu sais, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. يقول بأنه بدأت تحدث آثار ولكن لم أفهم ماذا كان يحصل لي. Je ne me sentais pas bien du tout. لم أكن أشعر بنفسي يعني بأنني لم أكن أشعر بأنني بخير. Je marchais, كنت أمشي. Je tournais, يعني كنت طبعا أدور حول في الغرفة. En essayant de sortir, أحاول أن أخرج. Au début, ça me faisait peur. في البداية هذا الأمر يعني كان يسبب لي خوف. هذا الذي كان يسببه لي. Je n'avais pas l'habitude de ce genre. لم أكن يعني لم يكن لدي عادة للحصول على هذا النوع من الشعور. La sensation. De plus, l'interprétation naïve de ce qui lui arrive peut troubler et effrayer le novice. يقول هوارد بيكر بالإضافة إلى هذا، فالتحليل والتفسير والتأويل، إذا كان التأويل سطحيا لما يحصل له، يمكن أن يخيف المبتدئ ويشعره بأنه يعني أصبح أحمقا، لأنه فعلا بعض الذين يستعملون المخدر لأول مرة يشعرون بأنهم أصبحوا حمق. يقول هذا المستهلك: J'avais l'impression de devenir fou. كان لدي انطباع كأنني أصبحت أحمقا. Tout ce que les gens se faisaient m'exaspérait. Je ne pouvais pas tenir une conversation. لم أكن أستطيع أن أدير نقاش. Mon esprit, يعني العقل والروح، كان يعني يتجول بي. Je n'arrêtais pas de penser. لم أكن أتوقف عن التفكير. Comment dire à des choses. كنت أفكر في أشياء غريبة. Par exemple, كنت أسمع الموسيقى بطريقة مختلفة. كان لدي انطباع بأنني لن أستطيع أن أتحدث مع أي شخص، وبالتالي أنني سأفقد عقلي بشكل كامل. إذن كان هذا هو الشعور الذي يشعر به هذا الشخص. Compte tenu de ces aspects désagréables et alarmants qui sont typiques des premières expériences, le débutant ne peut poursuivre que s'il apprend à redéfinir ses sensations comme agréables. لاحظوا يعني الأمر خطير جدا. يقول لك بأن هوارد بيكر أخذا بعين الاعتبار هذا الشعور وهذه النتائج الغير المرغوبة التي يشعر بها الشخص في تجاربه الأولى لاستعماله المخدر، فهذا الشخص المبتدئ لا يستطيع أن يستمر إلا إذا تعلم أن يعيد تعريف تلك يعني ذلك الشعور الذي كان يشعر به، ويعتبره شعورا جيدا ومرغوبا فيه وكذا. بمعنى أنه سيحول نظرته لما حصل له عندما كان يشعر بأنه مثلا سيصبح مثلا أحمقا، بأنه يفكر بطريقة غريبة، فسيحاول أن يعيد تعريف تلك الأشياء لكي تصبح جيدة، وبأن ذلك شعور جميل وكذا وكذا وكذا، عن طريق طبعا مساعدة الآخرين الذين لهم تجربة وتجارب في استعمال المخدر. إذن عن طريقهم سوف يعيد إعادة تعريف ما حصل له لكي يحوله إلى شيء إيجابي وجيد. يقول on m'en a proposé et j'ai essayé. Je vais te dire une chose. يقول لك سأقول لك شيئا ما. هذا الشخص المستهلك المخدر يتحدث، يقول لهوارد بيكر سأقول لك شيئا ما.
Je n'ai jamais aimé ça. Lam uhib mutlaqan hadha al-amr. Je pensais que ce n'était vraiment pas quelque chose que je pouvais aimer. Wa kunt a'taqid bi annahu fi'lan shay' hadha ash-shay' la yumkinuni an uhibbahu. يقول له هوارد بيكر بون اسكو تو بلاني كون تو فومي هل حصل لك شعور تحليق عندما دخنت يقول له نعم اعطاني هذا الشعور ولكن لم اشعر بالمتعه جو فو دير جي بلان دو سونساسيون يعني حصلت على شعور مي سيتي سورتو دي رياكسيون دو بور ولكن كانت ردود فعل متعلقه بالخوف يساله هوارد بيكر تافي بور Tu avais peur? Oui, mais je n'aimais pas ça. Je n'arrive pas à me sentir détendu. Tu comprends? Si on ne peut pas se détendre, dans d'autres cas, où les premières expériences ont aussi été nettement désagréables, l'individu est quand même devenu un fumeur. Mais pas avant qu'une expérience ultérieure ne lui ait permis de redéfinir. للماريجوانا بشكل دائم بعد أن حصل على تجربة أخرى غيرت مفاهيمه وتصوراته لذلك الشعور يعني التجربة التي أحس بها. L'homme dont il s'agit ici avait connu une première expérience extrêmement désagréable. فالرجل الذي تعلق به أو الذي سيتحدث عنه هوارد بيكر أو الذي سوف يأتي بمقتطف لكلامه حصل في البداية على تجربة لم تكن أبدا جيدة يعني طبعا كان لديه قلق مشكلة في تحديد الأماكن مشكلة في السمع كان لديه مجموعة من العلامات الخطيرة يقول après cette première fois je n'en ai pas repris pendant environ je dirais entre 6 mois et 1 an يقول له بعد هذه التجربة المريرة في استعمال مخدر انقطع لمدة تقارب سنة ما بين ست يعني عشرة شهور وسنة. Ce n'était pas pour des raisons morales. يعني لم يكن الأمر بسبب طبعا أسباب أخلاقية. C'est parce que j'avais eu une sacrée frousse. إذن لأنه alors frousse توتر نعم يقول له أنه لأنني كان لدي توتر كبير جدا et je n'avais pas envie de repasser ولم يكن لدي رغبة في إعادة التجربة je veux dire ma réaction c'était ah bon ici c'est ce qu'il appelle planer ça ne me botte pas alors je n'ai plus fumé pendant presque une année لم يدخن مدة سنة بعد التجربة يعني كانت سيئة له مع في البداية Et puis, mes amis s'y sont mis et par conséquent, en aucun cas, l'utilisation ne continuera si les effets ne sont pas redéfinis comme agréables. Il y a quoi le Howard Baker? Fait que l'ahwal, fa, استعمال marijuana ou استهلاك مخدر marijuana, la yumkin an yastamir. إذا لم يحدد الشخص بأن الآثار التي تحدثها هي آثار جيدة يعني يجب عليه أن يعيد التجربة حتى يشعر بأن تلك الآثار أو الشعور الذي يشعر به فهو جيد وفيه متعة وإلا إذا كان لديه تصور سلبي فإنه لن يستمر في الاستهلاك En règle générale, cette redéfinition s'opère par l'interaction avec les utilisateurs plus expérimenté. بصفة عامة هذه إعادة الصياغة وإعادة تعريف تجربة أو شعور بعد المخدر في الغالب الأحيان تتم هذه يعني هذا يعني هذه المسألة إعادة تعريف الأمر في تفاعل مع مستهلكين
لديهم تجارب أكبر، خبراء في الاستهلاك. مثلا هنا أحد المدخنين المجربين فهو يحكي كيف يعني أمكنه أن يقنع بعض المبتدئين ويشرح لهم. يقول: Bon, il plane vraiment quelquefois, mais en moyenne, les gens ne sont pas préparés à ça. يقول أنهم هؤلاء il plane. يعني يحصل لهم ذلك الشعور، تحليق، ارتفعوا إلى آخره بعد الاستهلاك. ولكنهم في الغالب هم أشخاص غير مستعدين لذلك. وهذا وأحيانا يعني الأمر يخيفهم. Bien sûr, il leur est déjà arrivé de prendre une cuite, mais là, ils planent bien plus et ils ne comprennent pas. Parce qu'ils croient qu'ils sont partis pour monter, monter sans arrêt. Et qu'ils vont finir, il faut, comme qui dirait, les rassurer. Il faut qu'il y ait un nom et un nom. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons يعني نتحدث معهم، نطمئنهم، نقول لهم بأن كل أمر سوف يتم بشكل جيد. Et enchaîner avec ta propre histoire du genre. وبعد ذلك سوف تشرح لهم تجربتك الخاصة بأنني حصل لدي نفس الشيء وسوف يعني تنتهي بأن تحب هذا الأمر وكذا وكذا إلى آخره. Tu continues comme ça sans t'arrêter et assez vite. إلى آخره. إذن هذا شخص مجرب لديه تجربة هو الذي سيحاول أن يقنع الشخص المبتدئ بأن الأمر جيد وليس فيه أي مشكل وبأن الأمور ستمر في أحسن الأحوال. على كل أحبابي الكرام، يبدو أنني أطلت في هذا الفيديو وفي هذا الفصل، لم يتبقى سوى صفحتين أو ثلاثة. على كل شرحت تقريبا كل الأشياء المهمة التي تتعلق ب كيف يمكن أن نصبح مدخنين للماريجوانا. قلت بأن هناك أمور مهمة جدا سألخصها الآن. أولا، المدخن الماريجوانا في البداية يكون مبتدئ وليس لديه خبرة، وقد يدخنها بطريقة بنفس طريقة تدخين السيجارة، وهو أمر طبعا غير صحيح، وبالتالي فلا تكون لديه تقنية استهلاك المخدر، يتعلمها من أشخاص آخرين سواء بطريقة مباشرة عن طريق الحوار أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الملاحظة. بعد ذلك عندما يتعلم استهلاك المخدر بجرعة كافية وصحيحة، هو ينتظر أن يحصل له شعور بما يسمى بالارتفاع بلاني. قد لا يحدث له هذا الأمر في التجربة الأولى أو قد لا يشعر به. بعد ذلك عندما يحدث له هذا الأمر فهو محتاج إلى معاينة أشخاص آخرين يدخنون لكي يرى عن قرب تجربتهم وكيف يحدث تدخين الماريجوانا آثارا عليهم، وبالتالي من خلال ملاحظته للآخرين سيعرف ويدرك بأنه هو أيضا يشعر بنفس الشعور وبنفس الآثار. بعد ذلك عندما يشعر بتلك الآثار قد يعني لا يتذوقها وقد يعتبرها آثار غير جيدة وبأمور. هنا سيأتي دور ما يسمى بإعادة يعني تصحيح تصوراته حول التجربة، وعن طريق أقرانه وعن طريق خبراء آخرين في التدخين سوف يبينون له بأنه الأمور ستصبح جيدة، وبالتالي سوف يبينون له بأن تجربته ستتحسن وبأن طبعا استهلاكه بعد التجربة الأولى وبعد التجارب معينة سيصبح يؤدي إلى المتعة التي يبحث عنها. إذن كل هذه الأشياء أكيد أنها تساهم في تجربة أو في ترسيخ تجربة استهلاك الماريجوانا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى هنا أنهي هذا الفيديو. الفيديو القادم سوف أشرح الفصل الرابع المتعلق بالماريجوانا.
l'utilisation de la marijuana et contrôle social. Istimal al-marijuana ou le marijuana wa ad-dabt al-ijtimai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.